plan to defeat terrorism of all kinds in the region and around the world. Now the situation in the Arabian Gulf over the last few days في الوضع في منطقة الخليج كان شكل محور النقاش، وكان بالنسبة للتطورات الغير المتوقعة في المنطقة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أنها تتمن وتعين وحدة البلدان، وأن طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الخيارات السلمية والعسكرية لمحاربة الإرهاب، وأن طبعاً هذا يصل ولهذا فإن يجب أن هناك اعتماد أرضية وخطة موحدة ومسار واحد لمحاربة التنظيمات الإرهابية والتنظيمات العنفية، وبالتالي محاولة عزل الأصوات التي تدعو إلى هذا الاتجاه. وهذا الإطار فإن هناك توجها عاما ليقوم على التفاهم الثنائي، إن دول الخليج أو إن اجتماع دول الخليج مع الرئيس الأمريكي أكدت أن هناك خيارات واحدة، وأن الآن الحوار هو الأساس الوحيد لحل الخلافات الثنائية وتقوية العلاقات بين الدول، وإن الآن نتابع الوضع عن كثب، ولهذا ندعو قطر إلى أن تكون قطر إلى أن تأخذ بالاعتبار خيارات جيرانها، وأن هناك ضرورة إلى محاولة وضع الأمور في نصابها الحقيقي من على مستوى حرية التعبير على مستوى العمل، وبالتالي العمل على حماية خيارتها. ولكن مع ذلك نقول بأنه يجب أن تعمل الشير كثير وفي وقت أصعب، كما أيضا يجب أيضا العمل على محاولة دعم خيارات العمل الدول المجاورة، وهذا الأمر هو الذي يجب أن يخضع لروحي قمة الرياض. كما ندعو أيضا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر إلى محاولة تخفيف حدة التوتر مع قطر، إن الأمر خيارات إنسانية ولتضييع إنسانية، وندعو أن هناك أسرا تتطلب بهذا الوضع على مستوى العلاقات الأسرية وعلى مستوى احتياجاتها الغذائية، ونعتقد بالأمر تداعيات كبرى على مستوى الوضع الإنساني خاصة في شهر رمضان، ونعتقد بالأمر يجب أن يتم تعديل هذا الوضع بصورة سريعة وآنية، إن هذا الأمر أيضا سيمكن له تأثيرات على الخيارات الاقتصادية وعلى الأنشطة الاقتصادية لدولة قطر والمواطنين الذين يعيشون في قطر. إن الحملة الآن يجب أن تسير في اتجاه الحملة الأساسية لضرب تنظيم الدولة، وأن يجب العمل على تسوية الخلافات بصورة سلمية، وبالتالي محاولة كل ما من شأنه أن يدفع إلى خياراتنا إلى خيارات الإرهاب، إن على المستوى المالي أو الأخلاقي أو الإيديولوجي. إن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم كل الوساطات والمتوساطات الكويتية في هذا المرة، وخلال الأيام الأخيرة تحدثنا مع مجموعة مع قادة الدول وقلنا لهم أن نعرف أنكم أنتم أقوياء حينما تكونون وحدة، وأنها على هذه تأثر على هذه الحوارات وعلى هذه اللقاءات، فإن الدول الخليج يجب أن تبقى موحدة وقوية، وأنها هي قادرة أيضا على حل خلافاتها وبالتالي التصدي لكل التحديات الإرهابية التي تواجهها. إن انتظاراتنا وتوقعاتنا بأن هذه الدول ستأخذ خطوات سريعة وفورية، وأن تعمل على خلق مسار جديد للتسوية الثنائية. شكرا لكم.